نظمت الحكومة المصرية فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب. كما قال الأستاذ ضياء، حظى المؤتمر بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر، حيث تجاوز فعلا المشاركين 1200 مشارك. كما شهد، وده شيء مهم جدا، شهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة جدا، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة في يومين، فضلا عما يعني ذكر في الفيلم التوثيقي ان وصل لنا ما يعادل 600 مقترح. والحقيقة الشيء المميز جدا ان غالبيتهم من الشباب، فالحقيقة كان هناك تفاعل كبير جدا من الشباب المصري من خلال المنصات الإلكترونية بعرض مقترحات كثيرة. وبالفعل يعني تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة عشان ندرس كل هذه المقترحات ونصيغ منها خطط تنفيذية للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة. كما تم من خلال المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.